هي شبكة من المواطنين طبعا الفاعلين تأسست عام 2004 بسوريا تحت إشراف غرفة التجارة الدولية، تهدف للمساهمة بتقدم المجتمع عبر تزويد الأفراد بالفرص من أجل تطوير مهاراتهم القيادية ومسؤولياتهم الاجتماعية من أجل إحداث التغيير الإيجابي بالمجتمع عبر العديد من المشاريع والفعاليات التنموية. حديثنا أكيد عن الغرفة الفتية الدولية بدمشق. الغرفة الفتية يا زينب يلي احتفلت مؤخرا بختام مشاريعها لعام 2017 بحضور أعضاء الغرفة وعدد من الشخصيات الرسمية. لحتى نحكي أكثر عن الحفل وعن النشاطات المستقبلية بصرنا نرحب بوسيم سعاد الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية في دمشق لعام 2018. صباح الخير، يسعد صباحكم، نعاد اهلا وسهلا عليك. فيكم، نعاد عليكم واعياد مجيده لكم ولكل اللي عم يتابعونا. يسعد صباحك عن اهلا وسهلا، جديد. يسعد يعني صباحك. استاذ وسيم، خلينا نتعرف شوي ونعطي لمحه سريعه عن الاعضاء بالغرفه الفتيه الدوليه واهم المواضيع اللي تم انجازها بعام 2017. تمام. هلا قبل ما اكون انا اللي او قبل ما صرت الرئيس المحلي لعام 2018، انا كنت عضو مجلس اداره مسؤول عن نطاق تطوير الافراد. نحن اليوم عدد الاعضاء صار عندنا بحدود ال 250 شاب وصبيه، عندنا 52% صبايا والباقي شباب. عم يشتغلوا هدول كلياتهم لا يخلوا اثر ايجابي بالمجتمع من خلال تقديم مشاريع للمجتمع، من خلال دراسه احتياجات مجتمعيه للمجتمع. يعني نحن اليوم وقت عم نشتغل اي مشروع ما عم نقول نحن عندنا فكره مشروع بدنا نشتغلها، اليوم نحن عم نشوف شو المجتمع بحاجه، بنعمل دراسه احتياجات من خلال بيطلع عنا شو المشاريع اللي لازم نشتغلها. وهذا الشيء بيتقسم على النطاقات الاربعه الاساسيه اللي بنشتغل فيها: نطاق تطوير الفرد، نطاق تطوير المجتمع، نطاق تطوير الاعمال، ونطاق تطوير العالمي. كل نطاق من هذول النطاقات بيتفرد بمجموعة مشاريع لها علاقة بالنطاق تبعه، وكل مجموعة من الأفراد واللي سميناهم المواطنين الفاعلين من هذول الأعضاء إن كان شباب أو صبايا كمان بيتقسموا ضمن هذه النطاقات ليشتغلوا على المشاريع. طيب هلا شو كانت المشاريع ضمن عام 2017؟ على نطاق تطوير الافراد اشتغلنا على دورات تدريبيه لها علاقه بتطوير الافراد ليقدروا يكونوا قاده في المجتمع. اشتغلنا على نطور اشخاص هن عندهم القدره ليشتغلوا او عندهم الرغبه ليشتغلوا لكن ما عندهم القدره، فهون دورنا كغرفه فتيه دوليه انه نعزز هذه القدرات عندهم بحيث انه ندربهم. ختام السنه كان عندنا كمان احدى المشاريع ضمن نطاق تطوير الافراد له علاقه بالمكفوفين، دربناهم على كيف ياخذوا اليوم شهاده قياده الحاسب الدوليه اللي هي الاي سي دي ال. اليوم المكفوف من الصعب انه ياخذها، بدنا نأمن الآلية ونأمن المدرب القادر على أنه يدربونه. بالفعل لليوم صاروا من أصل 7 مواد عاملين مادتين وناجحين، كان عملهم في حدا وفي واحد منهم أخذ علامة تام من هذه الشهادة، وصولا لنعطيهم هذه الشهادة اللي يقدروا من خلالها حيفوتوا لسوق العمل. هلا نطاق تطوير المجتمع اشتغلنا على فعاليات كثيرة لها علاقة بالمسنين، لها علاقة بالأطفال اللي عم يصير عندهم اللي عم يتسولوا بالشارع إلى آخره من هذه المشاريع. بالإضافة خدمنا كمان السنة بمشروع له علاقة بذوي متلازمة داون، اللي قدرنا بعد 6 أشهر تدريب لهم قدرنا هذول الأشخاص يصيروا عندهم عم يشتغلوا بالأعمال المسرحية، عم يشتغلوا بسوق العمل. قدرنا نوظف ما يقارب 90% من هذول الأشخاص ليكونوا بسوق العمل قاعدين مثلهم مثل غيرهم. والشيء الجديد رح نشتغل عليه، رح نحكي عن خطة 2018 شو هيصير فيها. نطاق تطوير الأعمال كمان اشتغلنا على أفضل مشروع اللي هو بيشتغل على جبنا استقطبنا مجموعة من الشباب قدموا مشاريع ريادية، وقدرنا بالوساطة نكون مع جهة ممولة كمان تمول لهم مشاريعهم، و16 مشروع تمول. بالاضافه لكمان دورات تدريبيه ضمن البزنس اللي او ضمن نطاق الاعمال اللي بتشتغل على تطوير الشباب اللي هن بيكونوا لساتهم بالجامعه او هلا طلعوا من الجامعه بدورات تدريبيه تاهلهم يفوتوا سوق العمل. النطاق العالمي اللي اشتغلنا على الايام العالميه مثل اليوم العالمي للمراه، اليوم العالمي للشباب، اليوم العالمي للازياء، بكل يوم من هاي الايام عملنا فعاليه لنخلق من خلال اثر ايجابي بالمجتمع. يمكن تقولي لي طب يوم العالمي للازياء شو دخله بالاثر الايجابي بالمجتمع؟
اليوم خلال هذا النهار جبنا مجموعة من الشباب الصغار اللي عندهم خبرة بتصميم الأزياء مثلا، جمعناهم مع ناس لهم بالسوق بيشتغلوا بأمور الثياب والقصص، وعملوا من خلال عرض أزياء ومن خلال هدول الأشخاص اشتغلوا صار عندهم فرصة عمل من خلال هذه الفعالية. وهكذا كل نطاق بيتفرد بهذا المواضيع لنطلع بهذه المشاريع اللي بالفعل عم نلاقي عليها أثر إيجابي بالمجتمع. نعم، يمكن من خلال الفعاليات يلي أنا كنت حاضرة فيها، فعالية كتير كانت حلوة، يمكن لذوي الاحتياجات، خلينا تماما نقول لذوي الهمم، خلينا نسميهم، كان في مسرحية، تماما كان في عالم عزف مهيئين أيضا لدخول سوق العمل. يعني هي من يمكن من أبرز الفعاليات يلي مهمة أو لامست القلوب، إنه عن جد نحن عنا قدرات وعنا تماما كمان شباب قادرين إنه يعطوا أي حدا محتاج لإلهم. يعني مثل هيك حملات أو مثل هيك إيفنتات يمكن قديش كمان بدها ترتيب وبدها شغل وبدها تنظيم، لأنه هن معنهم أشخاص عاديين ولكن عندهم شيء. تماما مثل ما قلت هدول نحن سميناهم للاسف، وهذه اليوم موضوع عم نحكي فيه وحكينا فيه مع اكثر من جهه لنقدر ناثر كمان ايجابيا بالموضوع. اليوم هدول الاشخاص اللي عندهم متلازمه داون على الهويه بيكتبوا لهم منغولي، فالوصف حتى الوصف وصف سيء. غير لائق. صح. يعني هذا اللي عم نشتغل عليه كمان، نحاول نغير ناثر باصحاب القرار نغير لهم اياها، نسميهم ذوي قدرات خاصه او ذوي متلازمه داون. هدول الاشخاص فعلا عندهم يعني هدول بسموها متلازمه الحب. يعني اليوم هدول الاشخاص ما عندهم شيء مخبى، هدول الاشخاص كثير عاطفيين، بكرهك بكرهك، بحبك بحبك، ما عندهم شيء مخبى ابدا، بدهم بس فقط مجرد حدا يستوعبهم يدربهم. بالفعل بعد 6 شهور تدريب قدرنا نوصل لهدول الاشخاص. في بعض الاشخاص عندهم مواهب مسرحيه صاروا عم يشتغلوا بالمواضيع. الله على المسرحيه اللي كانت تماما كمان قد ايه يعني حلوه، ومدموجين بانه جو انه في واسطات وما بعرف شو بدي اتوظف، مدموجين وعم يشتغلوا وعم يأثروا بالجمهور اللي موجود قدامهم. بعضهم عندهم قدرات بالعزف عززنا لهم اياها، بعضهم عندهم مشكله بالكتابه على الحاسب، عملنا لهم دورات العلاقه بالكتابه على الحاسب وصاروا يشتغلوا. الشيء الحلو اللي قدرنا نخلق من وراء اثر ايجابي اليوم، بعد ما خلص هذا التكريم لهدول الاشخاص بعد الحفل تبعهم، اجانا لقينا اعلان موجود على الفيسبوك من احدى الجمعيات عم تطلب سكرتيره تنفيذيه ولكن حصرا من ذوي متلازمه داون. فاليوم وقت شفنا هذا الموضوع فخلص نحن اليوم ادينا مهمتنا، هلا مهمتنا ننشر هذا الموضوع اكثر بين الجمعيات لتقدر تشتغل على هذا الموضوع وتفيد قدر اكبر من الشباب. تستقطبوا مما يعني اي حدا عنده اعاقه حابب يكون هو طبعاً يندمج بالمجتمع اكثر، تستقطبوا اي حاله؟ طبعا مثل ما قلت لك غير متلازمة داون اشتغلنا على المكوفين، لاحقا رح نشتغل على بالسنة القادمة كمان رح نحكي عنها هلا على صعوبات التعلم، رح نشتغل على الصم والبكم، في أكثر من حالة رح نشتغل عليها بالإضافة لشغلنا الأساسي اللي حيكون بالمجتمع. نعم، خلينا نحكي لك عن كيف فيهم اللي عم بشوفونا من الشباب انه يقدروا ينضموا للغرفه الفتيه وتواصلوا معكم، يعني بما انه صارت مجالاتها ونشاطاتها متنوعه فكثير شباب يهتموا انه كمان يكونوا ضمنها. تمام، نحن اليوم الشرط الأساسي للدخول للغرفة أو لهذا التجمع الشبابي يكون العمر بين 18 و40 سنة. بين 18 و40 سنة يعني نحن عم نستقطب شباب وصبايا، ما في مهنة معينة، ما في فينا نقول حدا معين، مستقطب كل العالم شو ما كانوا، شو ما كانت شرائحهم، صفاتهم إلى آخره. هدول الأشخاص عم يكونوا هلا نحن احكي لك عن الاعضاء الموجودين عندنا، نحن اليوم بين الاعضاء الموجودين هنا مجموعه من المحامين، من الصيادله، من اطباء الاسنان، من اطباء، مهندسين، اداريين، بيشتغلوا بالاقتصاد، بنوك، يعني هيدي الشريحه الموجوده بين هدول الشباب هي عم تخلق هي جو الالفه، انه اليوم انا ما صفت رفقاتي هن بس اللي موجودين بالجامعه او اللي رفقاتي اللي بعرفهم، رفقاتي هن صاروا من كافه قطاعات المجتمع، كافه شرائح المجتمع، فنحن بنستقطب اي حدا من هدول الاشخاص او غيرهم قادر عنده فينا نقول البذره اللي نقدر
نزرعها ليطلع منها هذا الاثر الايجابي اللي يطلع بالمجتمع ونشتغل عليه لنمي مشاريعنا. نعم نعم يعني وسيم، مكان جديد رح توجه بأفكارك الجديدة وخطط كتير جديدة. قبل ما نحكي عن الخطط خلينا نحكي عن، يمكن خلينا هيك نقول عن الأخطاء لحتى ما نرجع تتكرر ضمن فعاليات وضمن نشاطات الغرفة الفتية، شو هي أبرزها؟ هلا صار اخطاء، اكيد صار اخطاء. اليوم الشريحه اللي عم تشتغل هي شريحه شباب عندها خبره، ولكن ما هي الخبره فينا نقول الكافيه اللي تقدر تشتغل بشكل كثير احترافي. وهذا الشيء احنا دورنا اليوم كمجلس اداره نشتغل على هذول الشباب، نجيب لهم حدا يطورهم. نحن دائما بنقول الغرفه الفتيه الدوليه هو المكان اللي فيك تغلط فيه، ولكن انت بتغلط مشان تتعلم. لا تحاسب على هذا الغلط، انت بالعكس، انت هذا كل غلط عم يتسجل، هذا الغلط عم يتسجل لنقدر نتداركه بالفترات القادمه. سنة عن سنة، مشروع عن مشروع، يوم عن يوم، عم تلاقي انه هيدي الاخطاء كلها عم بتروح لنوصل ل شيء شبيه بالكمال. واكيد بنتمنى نوصل لهذا الشيء بحيث انه نقدر بالفعل نفيد كل الشرائح ونفيد كل الاشخاص، نطلع بكل الاخطاء اللي بين ايدينا. ونحن اليوم هدول الشباب عم يتعلموا، فمن الطبيعي يغلط. الشباب اللي عم يكونوا عم يقدموا اي حفل هن اعضاء من الغرفه، احيانا طبيب عم يطلع يقدم حفل فهو اول مره بيكون عم يقدم هذا الموضوع. نحن عم ندربهم على فن الخطابه، فن المناظره، كيف يطلع يوقف قدام العالم يحكي، كيف يطلع على قدام جهه تلفزيونيه يحكي. فهذا الموضوع كلياته عم ننمي له شخصيته، عم نحاول نتدارك من خلال هيدي التدريبات كلياتها الاخطاء الموجوده عندنا. نعم استاذ كمان وسيم، خلينا نحكي عن انه يمكن جي سي اي او الغرفه الفتيه الدوليه بتضم من كل سوريا، من كل المحافظات السورية مثل سوريا الصغرى خلينا نسميها. كيف يتم التعامل مع كل حدا من محافظة أو بيئته مشاكله؟ هل هو بيساهم يعني بوجوده بالغرفة الفتية الدولية أنه يوصل مشاكل محافظته أو بيئته وممكن تحلوا او تعملوا نشاطات فيها؟ تمام. اليوم نحن عم نسمي غرفه، هو الغرفه بالجي سي اي يعني فينا نقول هو الفرع. بكل محافظة في فرع، وهيدي الفروع كلياتها بيشرف عليها مجلس إدارة وطني. مجلس إدارة وطني هو اللي بيدير هيدي الفروع، أو مو بيديرها، هو بيشرف عليها فقط. شغلة كل فرع يقدر يحط الاحتياجات الخاصة بالمجتمع تبعه. أنا اليوم قاعد بدمشق، ما في نحط احتياجات موجودة بحلب مثلا. في غرفة بحلب موجودة عم تطلع بمشاريع بناء على الحاجة الموجودة عندهم، وبناء عليها عم يتم تنفيذ المشاريع على الأرض. هكذا مع كل مشروع او مع كل محافظه. هلا نحن اليوم عم نحكي على منظمه عالميه منتشره ب 120 دوله حول العالم، نحن عم ناخذ خبرات وتجارب اشخاص ثانيين. اليوم على الموقع الاساسي للغرفه الفتيه الدوليه، الموقع العالمي، اليوم انا بفتح بلاقي فيه مثلا مكان لعرض المشاريع اللي اشتغلتها كل الغرف في كل العالم. فانا من خلال اطلاعي على هذا على هذه المشاريع عم بقدر شوف شو المشاريع اللي ممكن استفيد منها، كمان اخذها قولبها بحيث انه تشتغل عندي بالمحافظة تبعي أو على مستوى سوريا. فهذا المبدأ الأساسي اللي نحن بنشتغل فيه. نعم يمكن قديش مهم وانه بتستفيد من طبعاً. المخططات هو الاستفاده من الخبرات يعني حسب كل مكان. تماما. نعم خلينا لكن نروح ل 2018 سنه جديده يلي استاذ وسيم هيك داخلها بقلب كبير وبروح كبيره وبتجدد بمنصب جديد يمكن صحيح. وهي المنصب هي ذكرتيني رح احكي عليها كمان قبل ما افوت على 2018. مبروك. وين حلوان استاذ وسيم؟ برا موجود. اوكي. هلا خلف الكواليس. اوكي الحلو بجي سي اي انه اليوم القياده لسنه واحده، وبنسميها هي 1 year to lead. اليوم انا كنت عضو مجلس اداره. هيك. تماما. انه انا كنت مجلس اداره هي السنه ب 2017 مسؤول عن نطاق الافراد، انا بحياتي ما عاد فيني اكون مسؤول عن نطاق الافراد، بدي اعطي فرصه لغيري. انا هلا مثلا حاستلم 2018 كرئيس محلي، انا ما عاد فيني بحياتي بعد 2018 اكون كرئيس محلي. خلص انا حتى بتطلع من الجي سي اي؟ لا ما بطلع من الجي سي اي، بتولى امور ثانيه، مناصب ثانيه. هي لهيك فتيه يمكن انه عم تعطي دور للشباب. يعني ممكن انا اخلص كل
المناصب بالاخير ارجع عضو عادي مثل اي شخص ثاني موجود بالغرفه. هذا المستشار اللي ممكن يعطي خبرته للاشخاص. هذا الحلو بالموضوع، انا عندي سنه واحده لاثبت فيها حالي لاقدر اشتغل بالمجتمع ولاقدر اطور بهذا المجتمع. بعد هي السنه بنتقل لشيء ثاني. هلا شو خطتنا 2018؟ اليوم باحد الخطابات قالت السيده الاولى سوريا مسؤوليه وتنميه امانه. من انطلاقا من هذا الشيء نحن اليوم هي السنه عم نشتغل على التوعيه ونشر ثقافه المسؤوليه الاجتماعيه. ثقافة المسؤولية الاجتماعية اللي بتبلش من الفرد للمجتمع، اللي بدنا نوصل فيها للشركات والمؤسسات، لنوصل للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات اللي من خلالها بنقدر نساعد المجتمع أكثر. من خلال هذا الموضوع طلعنا بشعار لهي السنة: فكر بالاستدامة، تصرف بمسؤولية. أي شيء اليوم بدي أشتغل عليه أنا بدي أفكر باستدامته، مو بس أنا اليوم بدي أشتغل على الإغاثة، أعطي شخص محتاج ياكل ويشرب، أعطيه يوم ثاني يوم حيرجع يجوع. فلا، انا اليوم بدي اعطيه في نقول الشيء حل اللي يضل الحل ليضل عنده شيء مستدام. بدنا نعطي توعيه للشركات كيف يكون عندها. طب شفنا كثير هيك حملات، وشفنا كثير من المشاريع الصغيره يلي اطلقت بكثير من الجمعيات، هون شو بتتميز الغرفه الفتيه؟ تماما مثلاً. تميز الغرفه الفتيه، نحن اليوم ما لنا مبادره وما لنا جمعيه. برجع بذكر بموضوع الدراسات المجتمعيه. اليوم في خطة عمل كاملة كل نطاق اشتغل عليها وإلى علاقة بالمسؤولية الاجتماعية. مسؤولية اجتماعية تجاه أني أنا اليوم مثلا ذوي متلازمة داون، اليوم أنا مسؤوليتي الاجتماعية كغرفة فتية دولية أنشر هي الثقافة أكثر. كيف؟ فلهيك راح أشتغل على أني أعمل ورشة عمل أستقطب فيها الجمعيات، الخبرة اللي عندي والمنهاج اللي طلعت فيه لهدول الأشخاص عمموا عليهم، واللي هن بدورهم راح يقوموا بنشر هذا المنهاج وهي الثقافة ويفيدوا ناس أكثر. مسؤولية اجتماعية للشركات، اليوم في كثير من الشركات صار عندها ما راح اذكر اسماء، صار عندها قسم خاص بالمسؤوليه الاجتماعيه اللي من خلاله بتشوف شو المشاريع اللي لها علاقه بالمجتمع. هم ما عم نحكي مشاريع رياديه، في فرق بين مشروع ريادي اللي هو انا بدي اطلع من وراء مصاري، اللي وبين هون مشاريع لها علاقه بالمسؤوليه الاجتماعيه. مشاريع لها علاقه بالمسؤوليه الاجتماعيه كيف انا اطلع بمشروع يرجع بأثر إيجابي أو بخدمة للمجتمع، ولكن اللي عم يمول هذا الشيء هو شركة اللي هي عندها مبدأ المسؤولية الاجتماعية، عندها مسؤولية تجاه المجتمع، عم تشتغل على تمويل هذه المشاريع لتأثر أو لتخلق هذا الأثر الإيجابي بالمجتمع. فوقت عم نحكي مسؤولية اجتماعية، مسؤولية اجتماعية الفرد، اليوم الشخص وقت أبسط مثال خليني أحكي، وقت عم يشتغل وكب الأرض، مسؤوليتك الاجتماعية صح. تجاه مجتمعك اليوم أنت في سلة المهملات مثلا تاخذ هي الوسخ او شيء تنكبها بمحلها. مسؤوليتي اليوم انا شفت شخص محتاج اقدر اساعده، مسؤوليتي انا اتجاه اي هي كمان مسؤوليه اجتماعيه تبع متلازمه الداون حكيت عليها. مسؤوليتي الاجتماعيه اليوم انا اقدر اثر باصحاب القرار، اقدر انا اغير لهم هذا الشيء على الهويه الى اخره من هذه المسؤوليات اللي عم نشتغل عليها. طبعا كمان نحن عم نعتمد على الاهداف اللي حطها المنظمه الدوليه كمان للمسؤوليه الاجتماعيه، اللي من خلالها عندنا 17 هدف له علاقه كمان بالاهداف الاهداف المستدامه اسمه. من خلالها عم نقدر كمان نطلع مشاريع ونشتغل فيها على المجتمع. قد ايه مهم اليوم اقامه مثل هي الغرف او المنظمات بسوريا، وشو بتغير بالمجتمع السوري برايك؟ هلا اللي عم تغيره اليوم انه في عنا شيء ستاندرد، في عنا شيء رسمي عم نشتغل عليه موجود سابقا. ما بدنا في نقول نخلق العجله من جديد، العجله موجوده ولكن نحن عم نحط عليها اللمسات تبعنا لنطلع فيها بمواضيع مختلفه. غرفه الفتيه الدوليه الشيء الحلو فيها انه هي غرفه عالميه عم تستفيد من خبرات مجموعه الشباب موجود فيها، هي شباب من مختلف
المهن. اليوم اسم الغرفة الفتية الدولية والمشاريع اللي قامت فيها، صار عندها شراكات عديدة على الأرض، صار عندها أشخاص تقدر تمول من خلالها. يمكن تسأليني كمان أنه طيب أنتم من وين بتمولوا مشاريع؟ ونحن منظمة تطوعية، فكل مجلس إدارة والأعضاء لا يتقاضون أي أجر. طيب المشاريع منين تمول؟ المشاريع بس تنحط، هي خطة العمل عم تروح للشركات اللي مهتمة بهذا الموضوع. في شركات كثير مشكورة دعمتنا هيدي السنة وكمان رح تدعمنا السنة الجاية. نحن بنقدم لها خطة العمل، وبناء على خطة العمل هي بتاخد المشاريع اللي هي لها اهتمام فيها وبتمولنا اياها. ممكن يجي احد المراكز التدريبية يقول لي انا مثلا انتم عم تشتغلوا بالتدريب، انا رح اقدم لكم قاعات تدريبية ومدربين مجانا لنقدر ندرب هذا الموضوع. فمن هون كمان بيجي موضوع كمان عم نحكي مسؤولية اجتماعية. في كثير منا بنشتغل بدعم مبادرات وشباب وكذا، بس ما بنعرف انه احنا عم نشتغل هيك مسؤولية اجتماعية. مضبوط، معك حق. يمكن خطوات صحيحة مبلشينا ب 2018، وأكيد ما في شيء جديد على الغرفة الفتية. خلينا هيك نقول كلمة يمكن مباركة منك لكل أعضاء جي سي آي بدمشق الغرفة الفتية، وأيضا بالعموم لكل أعضاء جي سي آي بكل سوريا. هاي الغرفة الفتية يمكن بنهاية عام وبداية عام جديد، خطوات من النجاح، شو بتحب تقول؟ هلا الشيء اللي بدي اقوله انه اليوم انا اول شيء بدي اشكر اعضاء الغرفه الفتيه الدوليه بدمشق للثقه اللي منحوني اياها. هن منحوني ثقه وبنفس بنفس الساعه منحوني مسؤوليه، مسؤوليه مني تجاههم تجاه المجتمع لاقدر بالفعل اكون مؤثر وكون اقدر دير هذا الموضوع، وان شاء الله رح اكون قد هي الثقه. كمان اليوم انا بطلب من كل اعضاء الغرفه الفتيه الدوليه نكون ايد واحده، نشتغل بالمشاريع اللي نحن حاطينها، نقدر بالفعل مثل ما نجحنا ب 2017 وقدرنا ناسس لغرفه صحيحه، نقدر ب 2018. يعني فينا نقول نحن اليوم صار عندنا البنى التحتيه جاهزه. 2018 هي عام اعمار سوريا، 2018 العام اللي رح نقدر نقول لشبابنا ولجيش عربي سوري انه نحن رح نشتغل، حققتوا انتصارات، نحن رح نكون كمان وراكم بتحقيق انتصارات ثانيه على الارض، نقدر نبني سوريا من اول وجديد، كل الشباب الموجودين بغرفه الفتيه الدوليه. ان شاء الله يا رب. اكيد اكيد، اشكرك كثير على وجودك معنا، مبروك للمنصب الجديد، ان شاء الله بهالسنه بتعمل كثير من الانجازات طبعا على الصعيد المجتمعي بسوريا. شكرا لك وتحيه لكل اعضاء الغرفه الفتيه جي سي اي. شكرا لك. اسمحي لي بس كمان اشكركم كاخباريه سوريه، انتم من اكثر الاشخاص اللي عم يغطوا اعمالنا وفعالياتنا، شكرا كثير لكم وللكادر كامل. انت من اهل البيت وسيم، واهلا وسهلا فيك، مبروك وموفق اكيد بكل خطواتك انت وجميع اعضاء الجي سي اي. شكرا كثير، عام مبارك ان شاء الله يا رب، وينعاد عليك وعائلتك بخير. شكرا كثير لوجودك.